خلينا نستمر في هذه على فكرة الأساسيات. لو أنتوا يعني خلصتوا كل الدروس اللي هنا خلاص، يعني أغلب الشغلات التانية إنه لو طلعتوا هنا إنه load and pre-process data مرت علينا في الدروس، كيف أنا أتعامل مع صور، مع تكست، مع data frame، structured data، تمام؟ و هنلاقي إنه في بعض الدروس لل CNN في الإيميجز هيها convolutional neural networks، وفي أنا عندي هنا في التكست اللي هي الـ RNN. فبعد ما نخلص هدول بدنا ناخد شوية تكست وشوية إيميجز. بس DNN Deep Neural Network Sequential Model، تمام؟ فخلينا في الـ Underfitting، الـ Underfit والـ Overfit. اوكي، صحيح. وانه يعني الشغل تبعكم انه انتم بدكم تاخذوا وصفات وتعدلوا عليها شويه، تمام؟ تحطوا شويه بهارات عليها، تزودوا الملح، تنقص الملح عشان تضبط مع الداتا ست تبعتك. اوكي، الان بدنا نحكي على الاندر فيت والاوفر فيت. هنا بدي انوه لنقطه مهمه جدا، انه احنا تعرضنا للاوفر فيتنج قبل هيك والاندر فيت قبل هيك. وقتيش؟ عند الانسمبل نتورك، او عفوا عند الديسيجن تري. حكينا لانه لما تكون الشجره صغيره بيكون انه ما عندهاش القدره انه هي تستوعب وتصنف الداتا سيت، فبالتالي بيكون انه اندر فيت. ولما تكون كبيره، هاي الرسمه زي هيك، هذا البرفورمانس، تمام؟ وهنا التري سايز. حكينا انه لما تكون صغيره انه بكون انه في اندر فيت. عفوا هذه مش بيرفورمانس، هذا ايرور اي، تمام؟ اندر فيت بيكون الايرور عالي، مش قادره ان هي تستوعب الداتا سيت. بعديها بتصل عن منطقه معينه بيصل الايرور للاقل قيمه ممكنه، وبعديها برجع مره ثانيه. فحكينا انه هذه الجزئيه اندر فيت وهذه الجزئيه اوفر فيت، تمام؟ و في النيورال نتورك احنا معرضين للاندر فيت والاوفر فيت اكثر من الديسيجن تري، او اكثر من الكلاسيكال ماشين ليرنينج. شو السبب؟ انه انا عندي السايز تبع النتورك، انه انا بلاقي انه انا كل ما بكبر النتورك انه بيزداد البرفورمانس. بس هذا الكلام هل هو كويس ولا مش كويس؟ هذه شغله. الشغله الثانيه انه عدد الايبكس تبعتي احطها قديش؟ احطها 100، طب حطيتها 200 زادت الاكيورسي. احطها 300، احطها 1000. وشفنا هذا الكلام لمحنا له بشكل مسبق انه من ناحيه الايرلي ستوب، تمام؟ الان بدنا نرجع هنا ناكد على الموضوع هذا، وبدنا نشوف ايش الاليات انه احنا نتجنب الاندر فيت والاوفر فيت. الداتا سيت اللي احنا حنشتغل عليها اسمها الهيجز داتا سيت. هذه الداتا سيت من دومين الفيزيكس، مش هشرح فيها كثير. بتتكون من 11 مليون اكزامبل، متخيلين كيف؟ وهي مناسبة للإكزامبل هذا، لأنه إحنا إيش حنسوي؟ حكيت لكم هذا الكلام سابقاً، حنعمل شبكة صغيرة. هل الشبكة الصغيرة هذه ممكن تستوعب 11 مليون إكزامبل؟ زي ما باجي لطفل صغير وأقعد أحكي له الـ CNN والـ RNN، مش حيكون عارف عن إيش إحنا بنحكي، وأحكي له الـ Imputation، وأحكي له إنه أنا في عندي Missing وبدي أعمل لها Drop، مش حيكون مستوعب هذا الكلام بالمرة. تمام؟ ولا اعمل شبكه كبيره تصل لمرحله انه هي تعمل ميمورايز لكل الاكزامبلز، فبتصير انه زي عمليه انه زي الديكشنري مابين، انه انا اقول له الاكزامبل كذا يقول لي الكلاس تبعه كذا، بصير حافظ مش فاهم انماط معينه. تمام؟ ف 11 مليون اكزامبل، 28 فيتشرز، بالاضافه انه الكلاس ليبل باينري. هذا الكلام كله مش حدخل في تفاصيله، لانه تحميل للداتا سيت وتجهيزها بدي اصل عند وين؟ انه هنا يعني في جزئيه بسيطه انا ممكن انه
يعني ممكن انه انتم تفيدكم، يعني تاخدوها كوصفه من هنا، انه ال ار سكيجول ليرنينج ريت سكيجول، انه ايش بده يعمل الليرنينج ريت هذا، بده يخليه انه هو ينقص مع الوقت. مش احنا حكينا انه الليرنينج ريت انه ممكن اختاره صغير وممكن اختاره كبير، اذا كان صغير بتعلم ببطء واذا كان كبير بتعلم بسرعه، ولكن ممكن يصير فلكشويشن. فالحل تبعه انه انا ببدا ليرنينج ريت كبير بتعلم بسرعه بعديها بظهره مع الوقت، فهذه بتعمل لي تصغير للليرنينج ريت مع الوقت. وبدي وين بمرر الاوبتمايزر، تمام؟ شوفوا كيف الرسمه، انه هاي الليرنينج ريت انا عندي هنا 1 من 1000 او 10 من 1000، وهنا 8 6 4، فبلاقي انه هو بقل مع الوقت. هاي انا عندي عدد الايبكس، السبب انه بحكي له هنا inverse time decay، تمام؟ هنا في برضو عندي كول باك، ايش مستخدم فيه؟ ثلاث شغلات، اللي هو يرسم لي دوتس، وايش يعمل؟ ايرلي ستوب، ايش حيراقب؟ الفال باينري كروس انتروبي والبيشنس 200، حيستنى عليه 200 ايبكس، ما صارش فيه تحسين او كان الايرور في الطالع، بعمل ستوب، تمام؟ وفي عندي كمان شغله اللي هو في الكول باكس، انه انا بدي اسجل اللوج انا عندي عشان بدي اعرضه على تنسر بورد. قاعد ثلاث شغلات انا عندي في الكول باكس، تمام؟ هنا عرف داله اسمها كومبايل اند فيت، لانه هذه حيستدعيها عده مرات. احنا حنعمل اربع شبكات، فبدل ما الاربع شبكات هذول انا اقعد اتغلب فيهم كل مره اعمل كومبايل وفيت كومبايل وفيت، خلاص رحت عملت هذا الكلام في داله وبستدعي هاي الداله، تمام؟ فبالتالي بدي له اسم الموديل، تمام؟ والماكس ايبكس انا عندي 10000، مش بضروري يوصلها، ليش؟ لانه في ايرلي ستوب، تمام؟ فبعمل كومبايل للموديل، تمام؟ بعرض السمري تبعه وبعمل فيت للموديل، برجع الموديل. هاي اول موديل حنعمله. كمان مره احنا ايش حنعمل؟ اربع موديلز، وحنشوف نقارن المنحنيات تبعتها من ناحيه ايرور واكيورسي، او ايرور بالاحرى ترين وفاليديشن، واشوف انه متى انا بقع في الاندر فيت والاوفر فيت. فالتايني موديل، موديل صغير، من ايش مكون؟ من طبقه واحده 16 لاير 16 نيورون، والانبوت شيب يبقى في انا عندي طبقه للانبوت، قديش مقاسها؟ اللي هم ما فيش ذاكره 28 فيتشرز، تمام؟ انا بختبركم ان انتم مركزين معايا ولا مش مركزين معايا. اوكي، احنا حكينا انه 11 مليون 28 فيتشرز، تمام؟ ركز، وين؟ تحت ولا فوق؟ هنا؟ لا، هنا if optimizer is none، optimizer بتساوي get optimizer. get optimizer هي عرفناها فوق، اللي ايش حيعمل؟ decay learning rate. هي get def get optimizer اللي هو تف تياف كيراس ادم، وايش مرر له؟ learning rate schedule اللي حينقصه، فبالتالي هو حيختار هذا كله، تمام؟ فبالتالي انا عندي طبقه للانبوت، طبقه واحده هيدن 16 و الدنس واحد، ليش؟ باينري كلاسز. رحت عرفت ديكشنري للهيستوريز، حمرر فيه المودلز كلها، حعبي فيه الهيستوري تبع المودلز كلها، تمام؟ فرحت انه سايز هيستوريز للتايني موديل، هي اسمه، هذه عباره عن عمليه اضافه. لاحظوا انه هنا الكومبايل والفيت، هاي شو بترجع؟ بترجع للهيستوري. فهنا كومبايل اند فيت اديته التايني موديل واديته اسمه، هذا اسمه كسترينج يعني، تمام؟
هنا عدد البارامتر 481. هنا هاي الهيستوري تبعه زي هيك لغاية لما وصلنا للفاليديشن لوس 66، تمام. أما الفاليديشن اكيورسي عفوا 66، أما الاكيورسي تبعت التريننج 68، تمام. نعمل بلوت نجرب إنه إنه هل الموديل تبعنا جاهز، يعني إنه التريننج تبعه تمام ولا لا. فهاي أنا عندي منحنيين، واحد للترين واحد للفاليديشن. فبلاحظ إنه أول ما بده يبعده بعمل ستوب. هنا في عندي استقرار للفاليديشن والتريننج هيو في النازل، تريننج ايرور هيو في النازل، وهذا الكلام فعلا. فبالتالي خلاص بمنع إنه هو يصير في عندي أوفر فيت، فبعمل ستوب. نيجي للسمول موديل. التايني هو اصغر من السمول. التايني ايش الفرق فيه؟ انه احنا زدنا طبقه، يبقى صار عندي طبقتين هيدن لايرز، تمام. وهي ضفنا الهيستوري تبعه، قديش عدد البارامترز صاروا من 400 صاروا 700. وهنا لاحظوا معايا، هنا 69 في التريننج وهنا 67، زادت ولا لا؟ قديش كانت؟ 66، تمام؟ مركزين معايا؟ تمام؟ وهذه 68 صارت 69. نعمل واحد ميديوم، تمام؟ ايش سوى؟ ضاف كمان طبقة، وايش كمان؟ زود عدد النيورونز، كانت 16 صارت 64، كبرها، زاد الكباسيتي تبعتها انه هي تستوعب معلومات اكثر او تتعلم اكثر، تمام. ضاف الهيستوري تبعها، شوفوا كم بارامتر انا عندي، صار من 700 ل 10000. ونشوف الهيستوري تبعها، مش معروض، لا مش موجود، لا هي موجود. هنا عمل ستوب بشكل مبكر لانه النتورك اكبر تستوعب اكثر. قديش وصل؟ 76 تريننج اكيورسي. الفاليديشن 65 قلت. ايش بتفهموا من هذا الكلام؟ انه هذا الموديل انه زودنا الكاباسيتي تبعته، صحيح انه تريننج اكيورسي انه زاد، لكن الفاليديشن اداؤه اسوأ صار. يبقى هنا دخلنا في منطقة اوفر فيت. نعم. اللارج موديل ايش سوينا؟ طبقة تنتين ثلاثة أربعة، بالإضافة إنه الطبقة 512، هذه كتير كبيرة، تمام؟ وهي الهيستوري تبعها كم باراميتر؟ 800000 بدل ما 800000 بدل ما كان 10000. و لغاية ال 200، شايفين قديش الأكيورسي؟ لكن شايفين وين اللي بيخدع الموضوع؟ فبالتالي انه هنا كل ما زودنا الحجم على الفاليديشن اداؤه يمكن حتى بصير اسوأ، مش انه هو بتحسن، لسه في احسن منه. 68 اعتقد كانت او 67. الان بدي اعمل بلوت لكل هدول مع بعض. طيب بدي اياكم تركزوا معايا الان. نبدا في التايني. التايني هيو هذا اللون نازل زي هيك، تمام. وهنا بدا يستقر. تجنب الاوفر فيت ولا ما تجنبش؟ تجنبنا الاوفر فيت، لكن طول لما نوصل للمنطقه هذه. تقريبا اخذ 1200 ايبك، هذه 10 اس 3 تقريبا 1200 ايبك، تمام. نيجي للي بعده اللي هو السمول. السمول اعتقد انه هذا صح، تمام. هي نازل زي هيك وعمل ستوب عند المنطقه هذه. لاحظوا انه متعرج،
بيطلع وبينزل بيطلع وبينزل، لانه البيشنس انا عندي 200 هو بيستنى عليه 200، اذا صار الوضع ممكن في ال 200 يطلع شوي وينزل شوي زي هيك تمام. بس متى بده يتفرقوا عن بعض؟ تمام، عند المنطقه هذه تمام. فبالتالي عمل ستوب قبل مين؟ قبل التايني. التايني اخذ 1200، هذا يمكن اخذ حوالي 700 ايبوك. فبالتالي هنا تجنب الاوفر فيت ولا ما تجنبش؟ تجنب. هذه شغله. الشغله الثانيه انه وصل للاقل ايرور قبل التايني ولا مش قبل؟ قبل التايني. فبالتالي انه وضعه افضل شوي. نيجي للموديل اللي بعده اللي هو الميديوم. تمام، شايفين وينه؟ هذا هيو زي هيك التريننج ايرور في النازل، قلل الايرور بشكل كبير تمام. بس بدا يباع الفاليديشن ايرور، بدا يبعد هيو بشكل مبكر تماما بشكل كبير هيو هنا تمام، وهيو طلع فوق يعني صار وضعه كثير كثير سيء تمام. كيف؟ لانه البيشنس تبعتها 200، فانا بستنى عليه 200، يبقى هنا من النقطه هذه للنقطه هذه تقريبا يمكن 200 ايبوك. فعشان هيك انه بتلاقي انه المنحنى انه طالع كثير قبل ما انه هو يعمل ستوب، هو فعلا متسارع في الايرور تبعه زي هيك. نعم، حقيت هذه لو قللتها كان ممكن انه هو يعمل ستوب بشكل ابكر، كان ممكن في المنطقه هذه في النص، فبالتالي بيعمل ستوب بشكل ابكر اكثر. لا هذا ايرور. ايرور. هذا ايرور، فبالتالي هنا كل ما يكون نازل بيكون احسن، كل ما يكون طالع بيكون انه الايرور اعلى اسوأ. تمام؟ طيب نشوف اللارج، هيو اخر واحد. شايفين انه هيو نازل زي هيك تمام، وهيو بده يطلع هنا بشكل مبكر يعني بشكل مبكر. فبالتالي بنقدر نقول انه مين المودلز اللي ما قدرتش انه هي تتجنب الاوفر فيت، صار لها اوفر فيت قبل الايرلي ستوب؟ الميديوم واللارج تمام. اما هذه الاثنين انه صحيح بدا يبعد اكثر بس انه عملنا ستوب قبل، وهذه انه ستوب قبل، لكن هدول انه تفرقوا بشكل كثير يعني منفرج وما قدروش ان هم يتجنبوا الاوفر فيت. تمام؟ هذا بيديني انطباع انه انت كل ما زودت حجم الشبكه، كيف؟ مش شرط انه هي تكون افضل، لانه هي بتتجه باتجاه انه هي بتعمل ميمورايز للتريننج داتا، لكن ادائها سيء على الفاليديشن. تمام؟ هذه شغله. والشغله الثانيه انه لو انا اخترت حجم الشبكه انه يكون صغير بطول كثير لما يستوعب، فبالتالي بدي كاباسيتي للشبكه او سايز للنتورك نوعا ما انه ها يعني جيد، وفي نفس الوقت انه ما اقعش في منطقه الاوفر فيت. صحيح. فانت ايش بتروحي بتسوي؟ بتعملي شبكه صغيره، شبكه كبيره، شبكه متوسطه، بتشوفي البلوت تبع هاي وهاي وهاي، حقيت لقينا انه الشبكه التايني هي افضلهم تمام، بروح بزود حجمها شوي وفي نفس الوقت يكون اصغر من السمول، فببدا اتحرك في المنطقه هذه وهذه، والميديوم والسمول استبعدهم. الميديوم واللارج. نعم طيب. صار عندي اوفر فيت، بس بدي ارجع بدي اقول هل شبكه فعلا تايني انه فيها طبقه واحده 16 نيورون ممكن تستوعب 11 مليون اكزامبل؟ هل الايرور اللي وصلت له هذا انا راضي عنه اصلا؟ انا بدي ايرور اقل، بس انه كل ما ازود حجم الشبكه المشكله انا بروح بقع في الاوفر فيت.
فايش بدي اسوي؟ بدي اكبر حجم الشبكه وفي نفس الوقت امنع الاوفر فيت. فكيف؟ فانا عندي عده استراتيجي. اول استراتيجي اللي هي اد ويت ريجولايزيشن. فانا عندي نوعين من ريجولايزيشن، الواحد ريجولايزيشن والاثنين ريجولايزيشن. هذا ايش الفكره تبعتها؟ انه بتروح بتضيف لي كوست معينه على الويتس، طبعا بروبورشنال للابسوليوت فاليو للويت كوفيشنتس، تمام؟ بنسميها ال1 نورم. اما ال2 نفس الفكره بالضبط، بس بدل الابسوليوت سكوير. يبقى هي عباره عن كوست فاليو تنضاف للويتس. شو اهميتها هذه؟ زي كانه انا بفركش له كل اللي تعلم، كل اللي حفظته هذا. انت يعني انت زي تخيل انه انت عندك طالب قاعد انه وصل لمرحله انه المسائل صار يحفظها حفظ. باجي بقول له كل اللي حفظته هذا بدي اياك تنساه، بدي اياك تفهم، تمام؟ فزي كانه بدي له فرصه اكثر انه هو يتعلم. فبالتالي مر مرحله معينه، ايبكس معينه في التريننج، فركشت له كل هاي الشغلات اللي معايره اللي تعلمها عشان انه يجيب ايرور اقل. فبالتالي بدي له فرصه انه اكثر انه هو يتعلم. طيب كيف بسويها؟ بدنا نضيف هذا الكلام على وين؟ على اكبر موديل انا عندي، واسميه L2 موديل. فهو عبارة عن باراميتر يمرر في الدنس لاير اللي هو كيرنل ريجولايزر L2، تمام؟ وهنا ضفته لكل طبقة. ورحنا ضفناه على الهيستوري. حكيت مين أحسن موديل أنا عندي؟ مين جاب لي أقل إيرور؟ التايني أعتقد. التايني حسب الرسمات. تمام؟ إنه هذا توقف هنا، بس في هنا نقطة أقل منه. ملاحظين؟ تمام؟ فبالتالي هو أقل إيرور. هذا الكلام ممكن يبين معايا وين؟ في التنسور بورد. في التنسور بورد هذا ايبوك باينري كروس انتروبي، هذا برضو يعتبر ايرور، تمام؟ هذول كلهم هي اكثر منطقه هنا، هي هذول كلهم. هجيت اطلعوا لي على التايني فاليديشن قديش الفاليو؟ 58.2. بيجي بعديها السمول 58.5، وبعديها الميديان. هاي احنا بنطلع على العمود بالضبط، عمود الفاليو، وبنطلع على الفاليديشن، تمام؟ فأقل ايرور قديش؟ نعم، أقل فاليو في الفاليديشن. أريحكم، هلقيت أنا الترين ما بديش إياه، والترين ما بديش إياه، والترين ما بديش إياه. هاي هون كلهم زي هيك، هذه كلها فاليديشن. في انا عندي واحد هي مش مشيوله، يبقى الفاليو انا عندي 58.2، 58.4، 0.5 عفوا، و76. مين اقل واحد؟ السمول. فعلا في فرق بيناتهم انه شويه، فبالتالي انه افضل موديل هو اعتبره السمول. التايني. اوكي، لا مركزين. اوكي، فضافوا على الهيستوري، وهنا بده يقارنه مع مين؟ مع التايني. والسبب في ذلك انه زي ما شفنا انه اقل ايرور. طيب هكذا احنا بنناقش نقطتين، ايش هما؟ انه مين توقف قبل ومين جاب اقل ايرور، تمام؟ نيجي نطلع انه هنا
التايني موديل توقف بعد ال 1600 او بعد ال 1200 1000 1600 و1700 يمكن، تمام. اما ال L2 اللي هو النتورك الكبيره بس مع ريجولايزيشن توقف عند ال 400 او 500 تقريبا. هذه اول نقطه، فبالتالي الرابح فيها مين؟ ال L2. نيجي للنقطه الثانيه اللي هي الايرور، مين اقل، الداش لاين هذا ولا هذا؟ اكيد تبع ال L2، فبالتالي هو ربح في النقطتين. هيك انا فعلا جبت اكيورسي اقل وتوقفت قبل، ما ضيعتش وقت. هذا النتورك الصغيره بتتعلم ببطء، وهذا الكلام انتم فعلا انه ممكن انه يعني انه انتم تلاقوه. يعني انا مثلا في مرحله عمريه معينه لما باجي بدرس المنهج، مثلا انا في صف رابع بدرس منهج صف رابع، فبلاقي انه صعوبه في المنهج تبعه. بس لو انتقلت مثلا لثالثه ثانوي وجيت قريت منهج صف رابع بلاقيه اسهل. فبالتالي انه لما زادت الكباسيتي انه صارت انه بالضبط التعلم اسرع، لانه السمول موديل بيتعلم ببطء. فهيك احنا حققنا اول هدف. نيجي للطريقه الثانيه للاوفر فيتنج، لتجنب الاوفر فيتنج، اللي هي انه نضيف الدروب اوت. وما هو الدروب اوت؟ هو بطبقه على كل لير، تمام. وايش بتحتوي؟ راندوملي دروب اوت. ايش معناته دروب اوت؟ انه انا بروح بصفر الويتس، ست ويتس تو زيرو، بمعنى اخر بفركش له بالضبط، بفركش الويتس اللي عايرها عشان ما يحفظش، تمام. وال ال 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 في عندي شغله اسمها الدروب ريت. هاي الفاليو تبعتها عاده بتكون بين 0.2 ل 0.5، انه قديش مقدار انه انا اعمل له دروب. هنا بتكون انه بعمل دروب بمستوى بريت اقل، هنا بريت اكثر. هي الرينج تبعها من كذا لكذا. يعني على سبيل المثال افترضوا انه الويت فيكتور انا عندي كان زي هيك 0.2 0.5 1.3 8 0.8 1.1. فايش صار؟ عمل ست لزيرو للاولى ولا القبل الاخيره راندوملي، طبعا راندوملي مش كلهم طبعا، بروح انه بعمل ست للويتس بشكل راندوم، تمام، بشكل عشوائي بختار منهم انه هذه الفاليو اخترت انه اعملها ست لزيرو وهي الفاليو اخترت انه اعملها ست لزيرو، تمام. بالضبط بالضبط، تمام. فالان هي عباره عن فركشه للويت عشان ما يحفظش عشان انه هو يفهم. نيجي نطبق هذا الكلام، كيف تطبيقه؟ الريت يعني مثلا انه نص الدورات انا بروح بفركش لك الراندوم ويت تبعتك، او الويت فيكتور انت عندك نصهم بفركش لك الويت تبعهم، او بالضبط. فهو عباره عن طبقه هيو من اللايرز دروب اوت وبدي له الريت. يبقى بعد كل طبقه دنس ضفت دروب اوت، دنس دروب اوت، دنس دروب اوت، دنس دروب اوت لغايه اخر واحده تبعت الاوت. ضفناها في الهيستوري، لقيت افضل موديل انا بالنسبه لي وين كان؟ L2، وبنقارنه برضه مع التايني. هاي لقيت مين توقف قبل؟ سيبونا من التايني، خلاص التايني احنا حسمنا موضوع. الان هنا L2 توقف قبل ولا لدروب اوت؟ لدروب اوت. طيب مين جاب ايرور اقل؟ لما نتوقف. صحيح، دخل في مرحلة الأوفر فيت، تمام؟ إلى L2 أفضل. لا، بعيرها بين البوينت 2 وبوينت 5، تمام؟ نيجي نعمل شغلة إضافية، إنه إحنا ندمج بين
التو تكنيكس تو افويد اوفر فيتنج اللي هو ال2 والدروب اوت. ال2 الريجولايزيشن بنضيفه كبارامتر للدنس لاير، فبالتالي انا عندي هيو ال2 ريجولايزيشن بالاضافه لبعديها دروب اوت. نفس الفكره، لا هذه عباره عن ريت برضه زي هيك واحد قللها. هو ايش السبب انه بده يقللها؟ لانه انا في عندي تكنيك ثاني لانه طبقته هي، يعني حاول يخفف من هذا شوي، لانه هو في عندي واحد ثاني، لانه هذا برضه ممكن انه هو يجرب يحطه بوينت اثنين، لانه يعني انت يعني ضربتين في الراس بتوجع، يعني انت قاعد بتنسيني من جهتين يعني، فكتير هيك. فضاف الكومبايند نشوف كيف وضعه. الكومبايند هو ضعفه قبل الكومبايند بس الايرور اقل، هو اقل. هجيت التايني، انا بدي اشوفه انا من التنسر بورد، لانه هذه الرسمه انا مش كتير يعني قادر انه الرسمه متداخله مع بعض. فالان انا ايش بدي اشيل؟ بدي اشيل التايني. تمام. ال2 فاليديشن كان احسن من الدروب اوت، وبدنا نشيل الترين. وهنا في الكومبايند بدنا نشيل الترين. كيف؟ دروب اوت فاليديشن، الدروب اوت مشيو لكلها. كلها شلناها. احنا ايش خلينا بس؟ الكومبايند كله فاليديشن، كومبايند وال2. طيب 54 تمام، وهديك 58 هجيت وصلها بعد وين؟ شايفين؟ هاي الستيب 671، وهديك بعد 1000 بعد 1000 ايبوك، 1100 ايبوك، 1117 او 1174 تمام. ساي ايرور اقل، ولكن انه هو توقف بعد بس من 600 ل 1000 اتس نوثينج. واضح البوينت؟ احنا بنقارن بين نقطتين، انه متى توقف بالايرور. حكيت انا من 600 ل 1000 مش كثير بعد الستبس، مش كثير في فرق، في فرق لما اقول والله 400 و 1600 لا عدد ايبوكس اكثر، لكن هنا من 600 ل 1000 حوالي 400 ايبوك فرق، يعني انه مش كثير. لكن بدي اقارن هذا الشيء بالايرور اللي انا نقصته من 58 ل 54، لا اكيد طبعا انه الكومبايند بالضبط افضل. لسه يمكن انه انتم ايش ممكن تسوي؟ انه ممكن تعدلي على الوصفه هاي وتخلي هذه مثلا 0.2، وهذه لا برضه تخليها تقلليها، يعني انه تخفيف من الناحيتين وتشوفي كيف انه الامور بتطلع معي. تمام؟ واضحه الامور؟ يبقى الدروب اوت اللي احنا شفناه في التكست كلاسيفيكيشن، هذه واحده من التكنيكس اللي احنا بنستخدمها عشان نتجنب الاوفر فيتنج، وحتصادفوها كثير. خلاص صرتوا عارفين ايش الدروب اوت او الالتو.